سوى مشاركة للبيت حبيبي. وعد عبد الرزاق سوى مشاركة بكل الجروبات. سووا مشاركة بكل الجروبات وعلى العوام. طبعا أكثر شباب الرفاعي كانوا يتوعدون بالمنشورات، واليوم قلة قليلة حاضرة بالتظاهرات. شباب رجاء طلعوا طالبوا حقوقكم يا أخي، يطلع جاي من مين؟ الله يحفظك سجادة السلطان. والله هو اليوم جهاد عندي، هاي الجهاد وهاي الصلاة وهاي كله موجود هنا. شوف جماعة قام يوصلون للبيبي ما سجاد. رجاء
رزوان ابراهيم الصافي راح نبقى هنا نعتصم يوم ويومين، واحنا اعطيناهم مده، اذا ما سووا حل وما انقالوا راح نتحرك. وليد العراق هاي بديقار حيدر المؤذن حبيبي بدل ما جاي تعدل الأخطاء الإملائية، تعال الظهر وطالب بحقك، حالك حال العراقيين كلهم. تحياتي إليك أستاذ حيدر. الله يحفظك رجوان، الله يحفظك بحقوقهم. يا بجيب الشباب كلهم خليجون، كلهم تعالوا هنا. أنا ليش يعني شباب انتم النايمين بيوتكم وخذوا الله يحيى أصلك حبيبي محمد علي. الله يحفظك غزوان ابراهيم الصافي، الله يحفظك حبيبي ويحفظك حبيب عباس العامري. ابو صدر ليش ما تطلع احمد وين نايم بالحله وين؟ ورثت انا اقول لك صارت حاره واحنا لابسين اجري حاره كلش حاره. ما خلص من حاره Thank you.
واحد يبقى بالبيت.